السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في المرة الماضية أنك إذا انشغلت بطاعة الله عز وجل في بلائك وصبرت ورضيت، فإن ذلك دلالة على أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا، وكلما زدت في طاعتك ورضاك وصبرك زادت إرادة الله خيرا بك، فالعلاقة متبادلة. هذا المعنى جسدته في قصيدة. مناسبة القصيدة أن أختي جزاها الله خيرا زارتني في اعتقالي أثناء وجودي في السجن، فقالت لي في إحدى الزيارات: وجدتك في المرة الماضية يا إياد مختلفا عن العادة، أنت في العادة ترفع معنوياتنا ودائما نلمس منك التفاؤل والإيجابية والصبر، ولكن في المرة الماضية وجدت منك مللا وفتورا، فإياك أن تفتر، إياك أن تتراجع، أريدك قويا كما عودتنا. فأحببت أن أرد عليها جزاها الله خيرا بقصيدة. هذه القصيدة هي بعنوان من المسجون، وفيها أحاول تجسيد معنى الانشغال بالطاعة في البلاء، وذلك دلالة إذا شغل العبد نفسه بالطاعة فإن ذلك دلالة بإذن الله على أن الله عز وجل يريد به خيرا. هذه القصيدة بعنوان من المسجون. من المسجون؟ جاءتني أختي في سجني تزدان ثباتا ووقارا، قالت قد جئتك ناصحة لأزيد بعزمك إصرارا، إياك فلا تيأس مللا واصبر وامتلئ استبشارا، لن ترقى في درجات المجد إذا لم تلعق صبارا، أخية لا تخشي شيئا فشقيقك يعرف مختارا، لا بد لمن قد حمل الدعوة أن يتحمل أضرارا، ما كان الله ليتركنا حتى نتميز أبرارا، ويسوق إلى دركات جهنم من قد نافق وتمارا، إن كنت لفي عيش رغد لا أخشى فيه الأكدارا، ممتلئ الجيب كثير الصحب حرا أتنقل أسفارا، ورزقت قبيل السجن بتوأمتين استبت الأنظارا، وإذا بي لا أبصر حولي إلا قضبانا وجدارا، وأساخ وقيد في رجلي لألقى حكما جوارا، والتهمة أني قد ساعدت رفاق الملة إيثارا، إن نمت حلمت بأطفالي وذكرت إيابي والدارا، لو كان عنائي للدنيا للقيت شقيقك خوارا، لكني أرجو من صبري في قرب الرحمن جوارا، ولأشرب كأسا من كافور أو عسلا يجري أنهارا، وألبي ما قد أمر الرب عباده كونوا أنصارا، مسجون لكن في صدري بستان يزخر أزهارا، مسجون لكن في صدري بستان يزخر أزهارا، أقرأ وأدون أفكارا وأقوم أصلي الأسحارا، أتدبر إذ أتلو القرآن لكي أكتشف الأسرار، وتحلق روحي آخذة من حب الرحمن مدارا، وأؤلف في أسباب الصبر ليرضى الناس الأقدارا، أتزود في سجن التقوى وعدوي يحمل أوزارا، أتزود في سجن التقوى وعدوي يحمل أوزارا، كم من أحرار أبصرهم كسكارى ما هم بسكارى، لكن قد درجوا أن يهنوا ذلا ويعيشوا أصفارا، قد هجروا الدين استهتارا وبجد عبدوا الدينارا، إن غضبوا ليس لأجل الله لكن ما استغلوا أسعارا، بدلا من كرة الأرض قفوا كرة لفريق يتبارى، فمن المسجون أنا أم هم إن زدنا الأمر استبصارا، أخية لا تخشي شيئا فشقيقك لم يفعل عارا، هل عار أن ندفع إن دنس عرض الأمة ونغارا، لما أسررنا الإنكار وخشينا بطشا وإسارا، لم نعط النشأ بأمتنا قدوات تمتلئ فخارا، فاتخذوا رمز بطولتهم من جحد الله كجيبارا، أيليق بنا أتباع محمد أن نتمثل جيبارا، من عبد الله القهار ما كان يجاري التيارا، من طلب العزة عند سوى الرحمن يبوئه خسارا، فلبيت عناكب قد لجأوا بدمار يرجون عمارا، أرأيت لتونس إذ حارب مجرمها الرحمن جهارا، فيطارد كل محجبة من أجل استرضاء نصارا، يتمنى لو كان بأسفل أحذية الكفار غبارا، ولربع القرن يواليهم يرجو في الحكم استقرارا، لكن فرنسا بمزبلة التاريخ رمته استقدارا، أخية لا تخشي شيئا فأخوك تولى الجبار، والله يدافع عنا إذ قد وعد الفجار تبارا. والسلام عليكم ورحمة الله.